متخيلة شو اسمها؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. Come here Zara. Baba. Your name Zara? Yeah, Baba. How? I don't know, my parents gave me that name. What's the meaning? I don't know, Baba. I don't know why they gave me, I don't know the meaning of Zara. Subhanallah. Not Sarah, Zara. Eh, Zara. And then Zay, Zebra. Zara. لا حول ولا قوة. خلاص. الله كريم. وين جيني؟ Upstairs, Baba. Okay, خلاص. I will go for her. Thank you. Thank you. أم محمد مستغلة كل زاوية في البيت. بابا مخلتنا فاضي. مكان كراتين ومكان زل ومكان شنط ومكان شو أقول لكم؟ كل مكان كل مكان ما بمخليه ما بعطي البيت أي مكان فيه نسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ما دي 300-500 كيلو وزنها هذه، كيف رايمة تشلها؟ هاي أنا ما بهمني الصنقل، أدري الصنقل بيشل هذه، ها يسمونها هي البحرة، سوريين يسمونها بحرة. ركبنا البحرة ونزلنا البحرة وعدلنا البحر. إيه في الديكور هاك الأيام. اسميني عيسى عيسى ما شي كثرها. شوفوا أقولكم الدنيا كلها مردفيسة. أما الصرح عاد فوقنا مستغلنا. أخبركم أنا مزرع الدنيا كلها، مزرع الدنيا كلها. هذه موصلية، موصلية هنانة ما شاء الله. أسوي لها ترقيد هوائي أنا. ما سارت فوق وايد يعني، قوية هي متمكنة لكنها ما سارت فوق وايد. أظني ينقصها شوية تغذية. شوف ورقتها مصوفرة شوية. ما بمخلي مكان أنا ما بزرع فيه. ما بمخلي مكان ما بحاط زراعة فيه. إيه عشقي الزراعة سبحان الله. شوف يوم انت تحب الشيء هو يحبك، يوم تحب الشيء هو روحه بيحبك. هي دنيا عطني وعطيك. ما يسوي شيء. ها شوف الليمون البرازيلي ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. منك شيء حابين ثياب مارو منزل كاميرا تحت. بعد ليمونة برازيلية شوفوا ما شاء الله. ثمرها أكثر عن ورقها. شوف ما شاء الله الحجم. وهذه غير نمونة، هذه بعد غير نمونة. نشحها بعيد، يقولون ماي عذاري يسقي البعيد ويخلي الجريب. ماي عذاري عين في البحرين، وين تنبع ما تروي حد، تروي البعيد عنها. هالنمون حد من العرب يوم عنده خير، عنده خير عنده معطى عنده شيء بعيد يودي. زين الأقربون أولى بالمعروف. نسيت هالمقولة أنت ما تعرفها، نسيت أنت هالمقولة ما تعرفها ما سمعت عنها. يقول الأقربون أولى بالمعروف، وقت الزكاة، وقت العطايا، وقت البهنسات، وقت الكرم. كرم يصير شرق وغرب، واللي هني في القرب. زين عندك الأخوان، العمام، الخوال، اليار، الصاحب، الصديق، هذا كلهم أولى عن اللي وين بيصير ضيع عياله لأنهم في حاي. كيف تعطي هذي لك اللي آخر الدنيا وتنسى هني اللي موجودين جماعك وأهلك ويرانك؟ ليش؟ ش قرب هاي لاك وبعد هذيل؟ ليش؟ شو السبب؟ ش حتى إني يعني شو الفكرة أو شو المغزى إنك انت هاي لاك وين بليص مضيع عياله؟
ما تقصر فيهم، واللي في القرب ما يروحون منك عدنا تدون ولا يفرحون منك حتى بخوصة لو حتى من حول لين حول. شو السبب يعني؟ حنا مو نحب من العرب، نشحهم بعيد، يوم بيعطون ولا بيزكون ولا بيتصدقون ولا بيجسمون ولا بيهدون، هدا واخر الدنيا. انزين وهذا اللي هني شو بلاهم؟ لا حول ولا قوة. لذلك قالوا عوانة نشحها بعيد مثل عين عذاري، تسجل بعيد تودر الجريب. عند خير، عند معطى، عند شيء بعيد يودي. نزيد الأقربون أولى بالمعروف. نسيت هالمقولة أنت ما تعرفها؟ نسيت أنت هالمقولة ما تعرف ما سمعت عنها؟ يقول الأقربون أولى بالمعروف، وقت الزكاة، وقت العطايا، وقت البهنسات، وقت الكرم. الكرم يصير شرق وغرب، واللي هني في القرب زين عندك الأخوان، العمام، الخوال، اليار، الصاحب، الصديق، هذا كلهم أولى عن اللي وين بيصبي عياله لأنهم في حاي. كيف تعطي هذه لك اللي آخر الدنيا وتنسى هني اللي موجودين جماعك وهلك ويرانك؟ ليش؟ ش قرب هاي لك وبعد هذي؟ ليش؟ شو السبب؟ ش حتى اني يعني شو الفكرة أو شو المغزى انك انت هاي لك وين بليس مضيع عياله؟ ما تقصر فيهم، واللي في القرب ما يروحون منك عدنا تدون ولا يفرحون منك حتى بخوصة لو حتى من حول لين حول. شو السبب يعني؟ حنا مو نحب من العرب، نشحهم بعيد، يوم بيعطون ولا بيزكون ولا بيتصدقون ولا بيجسمون ولا بيهدون، هدا واخر الدنيا. انزين وهذا اللي هني شو بلاهم؟ لا حول ولا قوة. لذلك قالوا عوانة نشحها بعيد مثل عين عذاري، تسجل بعيد تودر الجريب. شامبي ايه اشتغل ما شاء الله عليه. كليل الملكة، شو ما زين كليل الملكة، أعشق الزراعة، أعشقها عشق، سبحان الله. بعد موصلية ما شاء الله عليها، هاي أمهن اللي تحت، أمهن اللي تحت ما شاء الله. الله جين هرها نزلت ولا يوم صرت اصور الطرف هذاك هي نزلت. رب الله انت. Where are you? I go down. Up. I didn't see you. Go down. رب الله تخالفت وياها. يلا كم I need one special song. My followers they said you didn't song for them long time ago. Really? يلا هي. دير دير. No need to uniform. خلاص today no need uniform. Why you don't have uniform? Because we go outside to for test hospital. Now? Yeah, now. You only or with? Me and Zara. Both of you. Yeah, both of us. Now you finish 2 years? No, I'll finish 1 year next this May. Why everywhere near? Blood test. Okay, yeah. One is very special soap. 1, 2, 3. Ici n'est qu'à son d'agro-choquédia Où m'aider à la jetire Où est-ce qu'il est de naïne N'a qu'il n'y a qu'il m'a dit n'a ojoé Où est-ce qu'il a qu'il n'y a naga Où est-ce qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a qu'il N'a m'a dit n'a m'a qu'il a qu'il a qu'il a Thank you. Did you call Malhnaya? Yeah, we talked yesterday. She's fine. She's coming? No, she said no. She wants to rest. No, she's not coming for only to stay with us in Ramadan? I don't think so. Is it? Yesterday she said she wants to rest for now. Okay. You talked to her? No. I will let Imam Muhammad to talk with her. إن شاء الله. يلا thank you. Nice. اليوم السبت وانت كاتب الأحد، نسيت يا مايا، نسيت ليا أيام الله كلها مبروكة.
سبت ولا أحد ولا اثنين، كلها أيام زينة، أيام الله كلها فنانة وزينة وأناسة وشراغة وفرح. الحمد لله رب العالمين. سامحيني غلط يا أمي. يلا شكرا. كل دولة من دول مجلس التعاون فيها فرق شعبية، شيء منهم معروف ومشهور وشيء منهم ما حد درابهم، وشيء منهم أسامي لامعة وشيء منهم مطربات الأول فنانات صغار واستوان مطربات كبار، وشيء منهم تم على ما هن عليه، وأغلبهن لهن ذكريات في عقولنا نحن كدول مجلس التعاون، اللي دقن في عراس خواتنا ولا عماتنا ولا بناتنا، يعني في الثمانينات والسبعينات. أنا من اللي أتذكر عدد من الأسماء، واحدة منهن كل أنا اللي أتذكرهن شيئين الأول عديد هل اللي يحيين الأفراح من دول مجلس التعاون، بالذات الفرق الجميلة الأولية الفنانة يين من هالبحرين، يين فرق كاملات، يعني فرقة كاملة وفنانات، هاك الأصوات الجميلة وهذاك الجو اللي يشلن العرس فوق روسن. العرس كان ما يتسوى في فنادق، الأعراس كانت تسوى في البيوت، ويين في الحويان، في الحوي اللي يسوونه صيوان ولا خيام ولا شيات قدام البيت، ولا كان البيت المعاريس عود ترى في حوي البيت، وكان البيت المعارض ضيج سووا الهنشارات الصيوان وهذا ويلسوهن خاري، وتمت الطيران والطبول ترقع طول أيام العرس. وشيء من الفرق طالت عماركم الأول ينعدم باسم الفرقة، فرقة العاصفة، فرقة كذا وفرقة كذا وفرقة كذا، وشيء يتسمن بسامي راعية العد اللي هي مثلا فرقة بنت إدريس، فرقة فاطمة الأخضارية، فرقة العاصفة، عندكم إبراهيم الشاعر وإبراهيم المسعد، عبد القادر راشد، إبراهيم أحمد القريني، في وايد يعني الفرق النسائية وايد وايد فوق ما تتخيلون، يعني من الرفاع من الحد، أي فرق وايد فوق ما تتخيلون، فرق جميلة. وحتى من جدة أتذكر فنانات أيام عتاب، توحة وغندرة ووايد هالأسامة، لو تدخلوا في الإنترنت أنتوا كتبوا الفنانات القدامة أيام عتاب، كان هايل فنانات يعني يحيين الأعراس ويسوون جو جميل جميل، شيء منه فكاهي وشيء منه طربي وشيء منه حركي وشيء من القصيد وشيء من له ذكريات جميلة، من فنون السامري، من فنون البست، من الخويسعاني، من الخماري، وايد هالفنون لا تعد ولا تحصى في خليجنا. لكن الحين البارحة في الليل واحد من ربعي انطرش لي مقطع جميل والله مال سارة مرزوق. سارة مرزوق من الفنانات الله أعلم مي بعد ذاك حيد على الوحدة يسمونها شاربان، ها كله فن جميل يعني. لكن وحدة اسمها سارة مرزوق يعني مقطع من واحد من ربعي من هالمسقط انطرش لي اياه، تغني يا بنت حساني وبوتي وصاني. لكن هاي الأغنية بالذات غنتها جميع الفرق والمطاربة، وكل حد ركب عليها شيء، حتى الصوت ركبوها على صوت، ركبوها على بستة، ركبوها على طقة، ركبوها على على مليون نوع ونوع من الكلمات. لكن هذه اللي المقطع بحط لكم اياه، عيبني حد بيوز وحد ما بيوز، لكن انا احب الشيء اللي يفرح ويضحك ويونس، فرحمت الله عليها كانها ميتة والله يخليها كانها باجية.
المهم طالت عمارك بشليت المقطع هذا وطرشت حق أم محمد. أم محمد مسافرة هي والصغارية في ديتهم سايرين يعني كشتون الأحفادي. المهم ما في هذا موضوعنا. الأحفاد يحنون يبون لسنو 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 حين بيوجف موسم السنو وأنا ما وديتهم. يوم عزروا علي قلت له حلق. والمهم خليتهم يصيرون جدا لسنو يودون محمد بن أحمد بن خالد ويودون خالد بن أحمد بن خالد. انزيت هذه الصغار يتباركوا على الكبار. المهم ساروا حق السنو من يومين ساري. المهم يعني المقطع هذا طرشت حق أم محمد. أنا قصدي أبها تستانس تضحك والأشيات. أنت متأكد مطرش لي هالغني؟ أنا توني ناس شمرقات مطرش لي هالغني؟ أنا بطرش الناس الرجال طرش حق حرمت رمسة زينة شيء حلو شيء فنان شيء رومانسي وأنت مطرش لي زعيج وبغيم من صباح الله خير. قلت دراني أبها تضحكين؟ قلت أضحك ما يضحكني هذا أزعجني أنت. المهم بعد وايدات المطربات الأوليات ما شاء الله عليهم منهم من توفى منهم من اللي باجي. لكن سارة مرزوق روحها لها جو تنفرد فيه روحها من مرح وطريقة أداء حركي وفني وصوته جميل رحمة الله عليها كان عميته. يفيدون عدها البحرين خبرونا عن سارة مرزوق كانها باجي ولا توفت. العلم عند الله لكن أنا 90% أتوقع أنها باجية. أتوقع أنها باجي هي وشهربان وكم وحدة بعد عشان تدريس أظني مي ماتن هاي الله أعلم والله ما أتذكر. المهم بحاول أحط لكم بعد مقطع صغيروني من التليفون الثاني تغني بالهوني بالهوني بعد الأغاني اللي أنا أحبها. غناها جميل يعني أنا أحب النوع الشعبي هذا من الأغاني. المهم المهم وايدات ما كرهن عاد الفنانات الأوليات يعني زي ما طاعي بنت هو ترى ما طاعي بنت زي بحب يعرف له. المهم صلاح حين يتريى وانا ياسهني لا قلبي عشق الأسمر وقلبي عشق الأخضر. شهربان من الفنانات القديمات بعد اعتقد انها حي ولا ماتت الله اعلم. صوتها جميل جميل الى ابعد الحدود. كانت تجيبونها الاول في ابوظبي ايام الاعراس والافراح لهم عوائل معينه تجيبهم ما شاء الله. وكانت الاعراس جميله يوم يبونهن. الجنون 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 هي الحب يبغي لطافة ما يريد جنون أبوي. وهذا بعد فنان اسمه أحمد القريني هذا باجي اعتزل عادة. Yeah.
فن 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 وطرب هو عندها البحرين. الله أكبر ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم. أنا أحب الشعبي شيء المطارب العالمية معروفين في كان في البحرين ولا غير البحرين، لكن أنا أحب الفنون هذه. يعني الأول لو كم حضرنا نحن فن عريق جميل كلمات جميلة. صلاح يتريى خاري شو اسوي؟ الله يرحمهم هاي ما توكيد الله يغفر لهم. وديناكم الكويت عادة سامحوني. نوح الحمامة طرب اليوم طرب يا ابو محمد اليوم. صلاح يتريى وعندي اعلان برا يتريوني وانا ميلس وياكم. اسمعوا حين يوم بيدخل الايقاع عاده الطبل والطار ايش قال يوم بيدخل. عاشوا هلا يا سلام يا سلام الله. أنا أشهد المراتب المراتب قالت في الصين راسك ما تدري اللي بفيها الحفله هذه ولا كم ما قصته توها قصته قبل الحفله ثلاث ايام حسفت عاده. عيوني ودعتك الله يا نظير عيوني في البراحه يلعب ريت الحبي في البراحه يلعب. كلمات جميله
يلا عاد سامحوني صلاح يتريع. ادري وايدين ما يازلهم لان حطيت اليوم الحين شو اسوي عاد؟ ليه ما يطرب حيل؟ انا احب الطرب احب الاناسه. قبل ما انزل تحت حقهم صلاح الباحث اللي سرت عند محمد عثمان المزرعه يوم جيته لانه متفيزر ويالسي لايم نبج حاطل لقن بين ثيابه. والله العظيم يا جماعه الخير ينه وحده ورا الثانيه بالهنتين والثلاث. خدت لقطه انا منه خدت لقطه انطرتنا حق حد او ناس من ربعنا مرباعتي يعني الاوليين ونشيته وخزن التعاده. قلت احب احط لكم اياها لقطه النبج. خاف من الله يا ابو عثمان بس عليك الحين الساعه كم؟ 12 وانت وحده ورا الثاني وحده ورا الثاني. انت بس مخبرك انت بلاك انت ليش؟ هذا يقول لك النبج هذا يهضم يهضم خلي المعده مرمويه ما شربت عشيت. شوف انت ايه عقب ما تاكل كل نبج وتطالع هي فنن. انت حبسوها هنا ويلحق النبج. ها باكلت وحده هنتين ثلاث ايه باكل 300 مارو انت يلا عليه ما شاء الله. تصدق ابو محمد تزيد الحين مخربنها ويزيد ايه ما هي تكرام نبجة تكرام. نعم هاي نبجة الاكرام ايه هاي يسمونها ملاسي محمد. ها ملاسي ايه ما تقول في انقاش داخل ولا السلام يسمون ولا اشو عقه انت ورا بعض لو تاكل عشر عادي بلية سلام واللم بلية شوت سبحان الله. صباح الخير جود مورنينج شباب ما شاء الله ما شاء الله. هذا المريال طارت عمق هذا نمبر كم هذا؟ رقم أظني هذا حين إذا ما برقم 4 رقم 5 ما شاء الله تبارك الرحمن. مشتريات ومبيعات شغالة دهنه والبزار على ودنه البشارة يا هالقطر إن شاء الله هينا عن قريب قبل رمضان بثلاثة أيام خمسة أيام بيكون متوفرة دهنة الخالدي على تطبيق رفيق إن شاء الله دهنه والبزار كله بيكون موجود إن شاء الله عندكم في الدوحة على تطبيق رفيق في خلال الأسبوع الجاي إن شاء الله. حين ياسين يخلصون كمية وهذا أبوي مريال ورا الثاني مريال صرنا ثلاث مزارع وحجزنا أبوي الزبد اللي عندهم كله قلنا ما يظهر لا حق زين ولا حق عبيد خلوه لنا ونحن أبوي في حايته قالوا إن شاء الله والغنيمة هنتين طاعن وحدة ما طاعت المحقيق هذا مرة رقم واحد ما شاء الله الطلبيات ماشية فضل هذه أيام المبروكة. يلا ثانك يو شباب ثانك يو. شو غدانا اليوم حفيظ؟ صالونة لحم بيليان ولحم في خاطري حفيظ لا تحط باذنجان لا تحط بطاطا حط فقع زين حط فقع ويا باذنجان ويا اللحم وايد لشوية أشوف أربع 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 بس الحمد لله هذا مغسل ومعدل ومنظف. يلا ثانك يو حفيظ أبو محمد ما شاء الله عليك اليوم عاد جايينا ضيوف اللي شغل فمارهم تظهر لهم بالطراطير زين لابس كندورة مكلر. ها ايش عندك شو أخبار؟ كل شيء زين؟ هاي الحمارات الخلاصة بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام شيء بيقول ها شو تريد؟ بلاتك انت بلاتك يلا ما في مشكلة ما في مشكلة ان شاء الله ان شاء الله. نعم شو بلاك؟ انا ما تغوينا فرات ما حد قالوا ما حد يا احلف كم نفر عليكم منو عندك صلاح؟ الله في ضيوف صلاح تقهويتوا
هي صلاح قهواكم ولا روحكم؟ صلاح الله ما شاء الله ما شاء الله عليكم السلام. هاي فرقة حسب الله، حد يقرطس ابويه وحد يعدل وحد يزين. ها 800 خلاص ما شاء الله كذا. اي والله شوف شوف هذا مني ما شاء الله تحت باتري ما شاء الله ما شاء الله. ها طلبية قطار ابوي من البزار، ها كلنا احنا شغلنا شغل بيت، ما بشغل ابوي مصنع ولا شيات، لا نحن ابوي شغلنا تقليدي خدمة البيتية المنزلية. ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي الطلبية طالت عماركم 1000 كيلو بزار و1000 كيلو يعني طن دهن بيصير ابوي الدوحة ان شاء الله. هاي مثل ما قلنا لكم بتلقطون في تطبيق رفيق في خلال الأسبوع الجاي إن شاء الله قبل رمضان إذا الله جعلنا بالحيين. Thank you شباب، Thank you شباب، Thank you. بهارات اليوم بيجاي يلا إن شاء الله. Thank you شباب. بس لازم كلم بابا، هو نفر 200 باقي. 200 شو؟ 200 هذا بالذات. يلا. بجات 200 كيلو داخل المطحنة. ازيك يا كابتن صلاح؟ انا قاعد صليح صباح الخير. وين بوسه؟ بعد وحده ما مساتي. شوف انا سافرت كم يوم؟ 3 ايام. هذه حبتين باجي وحده. يلا ثانك يو. من هل وين؟ راح سيره. كان موجود؟ راح. وراح. إن شاء الله إنه بيجي. تريكت أنت؟ النوم بدبي وخذ باليس مع بابا. بدبي. إيه. أسد مينون. أنت تاكل ما تدري بأسد مينون؟ اليوم صلاح أسد مينون؟ إيه. استوى من استوى وهو مينون. أنا أبو خدامه. إيه. أنت شو تبى؟ لابس. تبى. أنا بدبي. إيه. ما تبى الخدام تصير وياكم دبي؟ لا لا أدري يوم تصيرون الكوفي ما تبى تصير وياكم الاثنين. إنزين خل خلها بيت قوم مريم وصير الكوفي وردوا عليها. إنزين فهمي ولا أنا فهمي؟ فهمي ولا أنا فهمي؟ أنت فهمي يا حي يقولي فهمي ولا أنا فهمي؟ أنا الله تصيرك أنت بعد قليل أدب. تفضل. نعم تفضل. ارباب قول له ما اشري. ها ارباب ريد ماش. كم اليوم التاريخ؟ خلاص بابا اليوم 2 2. ما قبضتوا معاشات انت؟ الكرت وين؟ ما خدم. زين سيروا خذوا الكرت وسحبوا البيزات. اوكي. منو يوزع المعاش انت ولا هو؟ ممكن طب ما بعرف كل مني وفلت وفلت ونفراتي. شو شو المشكلة؟ حرام هو هذا ماشي تفرقون جايبين ترباب. منو بيعطي الخدام اللي يجي المعاش؟ منو بيعطيه؟ انت مو يقبض البيزات يعطيه فلوس بس خلاص من الارباب. انا بس صرتوا دبي انتو؟ ايوه. متى؟ اليوم انت سافر على بكره. ايه كم جلستوا؟ مغرب الى الساعه 9 يرجع. رديتوا؟ شفت الشارجة ولا بس دبي؟ لا وخالد نحن. شاب خالد. ايه. بعدين بس مريم ماما ملهوة. لا ودي بزار هناك كمان. وديتوا بزار ودهن؟ ايه. من عندي انا؟ ايه. في قهوة قهوة. قهوة. ايه. فرشتوا قهوة. ايه. من عند بدرية. ايوه. حق مريم. خدامه وحده. لا هنتين هن وياك وين ما يصيرون؟ يوم بيصيرون مكان مريايل روحكم. سير انت واسد تصيروا كوفي يلسوا شويه. يوم شريايل ما تدخلون هن وياكم عيد. صح. تقهوا وظهروا. لا يجي طيب طيب بمك خذ ابوكم قما. يوم الجمعه ساره تعرف حبيبي انا ما بنا مسوينهن ساره بتلاقينهن هيكون تشد مشتغلات
ندوي الهمم ويعرفون يقايسون السكر يقايسون الضغط يشوفون متى ارتفع السكر متى نزل زينة. شوف أمس أنا ودي بروها سام الهريس. إيه. أنا بروها ودي أنا وسلارو. وين سرتوا؟ هذا إيه مشرف مول. إيه. هذا فيصل في. إيه سرتوا العرس. إيه. أنا وسلارو. بس. حضرتوا العرس. إيه. وايدين يو. بس. هذا مع هذا. وايدين يو ولا شو؟ لا لا لا. شوية فلان. 80 نفر؟ اي والله الحمد لله صديق ملوى فيصل بابا زين الله يبارك لهم ان شاء الله. ها؟ وين؟ بيت تبوك يا هي الحين كذا لا بدي شباب باشر باشر انا محد وين؟ باشر محد وين؟ ما في حبة ما فيها طر الجربة. وين ابى اخبر بسكر التليفون عقب اخبر. ابى اخبر ما بسكر. ما يخسك. شو؟ بس سبعات وشو هذا؟ الله اكبر شر حاسد اللي اذا حسد خبرته شوف. ايوه طيب ايوه عليك ايوه ايوه شعبان وفلوس واجد تسفر. الله اكبر عليك حتى انت من شر حاسد اذا حسد هذا ابوي لا 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 قطر ولا السعوديه بس لا بس ما يخص بعدين بخبر لا تخبر حد ما يخبر ما بخبر الحين وين روسيا روسيا لا روسيا مكبرها عند الله روسيا لا روسيا حبيبي ام محمد وساره واحمد بن ومحمد بن خالد وخالد بن احمد بن خالد كلهم في روسيا هو حفظ الاسم ام محمد سايره روسيا يودون صغاريه الاحفاد حق الثلج قبل ما يوجه وحفظ الاسم الحين يتحرى لي بسير روسيا لا حبيبي انا ما بسير روسيا انا جالس هنا موجود 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 ثاني حكني ما براي بيود لكن ما بخبركم خلي هاي عاد تصير مفاجأة جميلة وين بتصيروا الحين؟ البيت خلاص بتصيروا البيت؟ ايه انت بتون؟ باكر ما بيشوف فيديو انا انزين الله كريم الله يحفظكم يا صلاح انزين صبر انا بيت كلام بابا بيكلمني يلا فضل كلمني كلمني عاد صبر احنا نسيب محمد هي تعرف المعاشات انا ما عاد تاخذ معاشك انتم معاش صلاح تصرفوا فيهم وانا بمعاش هاي البشكرات اللي قاعد هو اول يريد ها هو اول يريد منو هذا معقول بتش في اكزام للفلوس هو يخبر ام سلام زين تو هي هاي تخبر يلا ما في مشكله حبيبي محمد وين البطاقه؟ قلت كم يسحب؟ ايه شو؟ مع بواب كم ما تعرف حسابك انت ما تعرف؟ ما خلص الحين شو بتحبون؟ معاش سلام؟ ايه معاش انا؟ ايه بترول؟ لا توكلوا على الله. اذا طالت اعماركم انتاجي من الفيفاي كل سنه وكل سنه تجيني نفس الاسئله ونفس الاجوبه انا اجاوبها لك العرب ينسون. هذا طالت اعماركم انتاجي من الفيفاي سنوي ما شاء الله بغزارة والشيارة هذه كانت بذرة في شهر 8 والحين إن شاء الله بيقيض ويشو وينغال ودي تخبروني شو سر نظارة الشير عندك وشو سبب تعظيم الشير هذا كيف متعظم وكيف غادي بهالطريقة الحين أنا بخبركم أولا لازم أنك أنت طريقة الري تكون سليمة وثانيا كل مكان وكل موقع في البيوت او في المزارع لها خاصيه تربه لها خاصيه مكان صبخه ومكان طين ومكان رمله ومكان تربه زراعيه تختلف المكان اللي فيه بحر ومكان مدفون لازم ما تسقي صبح ومساء وتعرف شو تختار من انواع الاسمده اللي انت يخليك يكون عندك الناتج هذا من حمضيات ومن من من موالح ومن هنبه ومن لومي ومن الأشجار هاي شوفوها حين هاي تشوفونه هذا كله بسبب التسميد إزهار وعقد ثمار ولون أخضر يجنن ياخذ العقل قادي البيت ما شاء الله تحرى بستان من بساتين البصرة والسب شو طريقة التسميد والتسميد صحيح شوفوا ما شاء الله اليدع شوفوا اليدع تحرى يدع انخلا طريقة شامبي
الحين بربيكم طريقة التسميد وشو نوع السماد اللي أنا استعمله. إذا طالت عماركم السماد السمكي السائل الحيوي ماكس فيش، هذا اللي أنا استعمله واللي مسوينه شباب مواطنين من دولة الإمارات، يعرفون للتربة ويعرفون تربتنا شو تحتاج، كل منطقة من مناطق الدولة شو تحتاج، شو فيها نقص من العناصر، فلذلك سووا هالتركيبة وسموه ماكس فيش سماد سمكي سائل. طريقته واستعمالاته الحين بصور لكم إياه. السماد السمكي استعمله من هالكثر سنة، كثرت ولا نقصت هي هي ما يفرق شو السبب، لأن السماد عضوي. طريقته سوي سوي ماكس حط هذا خمسة لتر، نحطه حين في الدرام، هذا الدرام هذا فيه 200 لتر، نحط لتر واحد في كل درام لتر، بس نحطيت لتر نحطيت لترين ما يضر لأنه عضوي مثل ما قلت لكم. طريقة التسميد لازم تسمد وقت العطش، يكون الشير شوية عطشان وتسمد أنت والخير أرباع إن شاء الله. حين شو هاي اللومية، هذه طالت عماركم فيها ازهار وفيها عقد ثمار وفيها للاستعمال سيدة زاد، هذا كله فضل لله سبحانه وتعالى، من ثم للسماد السمكي. السماد السمكي طالت عماركم تقدر تستعمله لجميع الأشجار، كل الشير اللي يخطر في بالك تقدر تستعمله له، ينفع ما يضر، كثرته تنفع وقله بعد ما يضر، وكثرته تضاعف. شوفوا شوف كمية الإزهار، شوف البيضة تحت، هذه كلها من قوة الدفع للشيرة من الإزهار وعقد الثمار. عقد الثمار سبب رئيسي اللي هو البوتاسيوم اللي في الشير. ها يلا يا سامبي، هاي الشيرة عود نحن نحط لها بالديين نحن نحط لها، خلاص عاد بعد أسبوع بعد أسبوعين تعطيها مرة ثانية، ما شيء مشكلة، ينفع ما يضر، ينفع ما يضر. هذا طالت عماركم سمادهم، سماد سمكي سائل، بحط لكم حسابهم وطالع، واللي له لازم وله وله مراد يتصل فيهم في صفحتهم على انستغرام، عندهم شو عندهم شو ما عندهم كلها الاشياء اللي ينتجونها عندهم موجوده على الانستغرام، تقدر تدخل وتتصفح وتشوف امورهم كلها. على فكره السماد السمكي غني الفسفور، الفسفور يساعد على النمو الجذري في طحالب بحرية، عناصر الصغرى والكالسيوم واليورن، اليورن شو يساعد على كثرة الإزهار وعقد الثمار، ولا تخلي الزهرة تحت ويعقد الثمرة تعقد، والسبب شو السماد هذا فيه من كمية الكالسيوم ومعقوله بين أوراق بيبين، يعني من أسبوع إلى أسبوعين بتشوفون الفرق أنتم. واللي لازم تعرفونه ان كمية البوتاسيوم اللي فيه تساعد على تكبير الثمار وجعل الثمرة حلوة. هذا اللي امس مطرشين لي فيديو هنبع عندهم يقولون شن خل عليك ابوية بالماكس فيش الحامض، هاي الهنبة الحامض يجلب الشكر ريج، والسب شو البوتاسيوم اللي فيه يكبر الحجم ويزيد نسبة السكريات اللي فيه الهنبة والصنطر والحامض حلو، وحتى هالشيرات صغار يوم تبى تزرع وتبى ألو 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 الحاضر منكم يعلم الغايب، حق النخيل يغنن يا ليل، وحق الجت والمسيبلة والحرية وكل الزراعة تشيخ تغني يا ليل وتسب السماد السمكي، لأن كل المكملات الغذائية كل فيه. ما نحن أوادم حينه ما يقولون لنا استعمل مالتي فيتامين، هذا مالتي فيتامين مال الشيء مال الأشياء تلقط، ها تلقط الدنيا بيتي، شوف غادي ما شاء الله غبة خضراء، شو السبب كله أنا استعمله من سنين، أنا استعمله رقم واحد. سكت للحلاق طلعت عماركم تحلقت وعينت من الله خير، خلص من الحلاق عادي يوم أنا أقبل جدة بيتي، لأن ما شاء الله تبارك الرحمن شوف المنظر لأي درجة جميل تبارك الرحمن. ترى يا جماعة الخير ما يحلي البيوت إلا الزراعة، شوف منظر البيت دور ما دار مقيطن نخيل ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا كله إذا أنت تعشق الشيء وتحبه بتسويه بنجاح، بينجح، طالما أنت حاب إنه بينجح.
شوف ما شاء الله بين كل خلا وخلا سدره، وتحت هاللون الخضر اللي تشوفونه كله زعتر ونعناع، زعتر ونعناع على مد البصر للساير والياي، حي وحاي وبيع مسابيح، منه منظر ومنه فايده ومنه طالت عماركم اجر للساير والياي وخاطف وعابر السبيل، كل من خطف حش وقطع من النبج هذو عناقيد بامهاته، وحش من النعناع وحش من الزعتر، ووقت الرطب يخرفون الرطبان، تفاعت بلا عنا وعن عيالنا ودارنا وأرضنا، وفضل هذا كله من الله سبحانه وتعالى، كل هالدنيا مزروعة. يا مرحبا وسهلا. والله يبارك. ودي اسير معكم يا بعث معي، بس والله عندي شغل. زين تعال سير ويانا. والله لا مش سير. ليه كنت تحرى بيصير ويانا؟ فرحت انا يوم يا. هي. هي فرحت. لا لا لا. لا لا لا. والله عندي اجتماع بكره ضروري جدا يعني. نحن سايرين في شغل محمد. اي شغل. وهو ساي وهو بيتم في شغل. اي الحين ولدي يقول الحمد لله على السلامة. قلت يلا مع السلامة وقوم مسافرين. وابوي. معك كنت ما شفته؟ ما شفته. اي تعال الحين الاول تبع حيايين. يا رب اشوف الجوتي محمد. الله الله ايه ما قد شفت عليك هذا. لا 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 ما طلعت مسنيه ما خلص مستشر. هي حق متى يعني مخلنا مناسبات تخابني اشيل وياي ويتوسخ اتوسخ. اي والله فنان ايه. يا سلام هي عايزين جوبا. يا الله هذا السالفه هذا الله يا شجرة الزنجبيلة يا جاهلة يا صغيرة يا ليتني تحت ظلك يا شجرة الزنجبيلة. هاي أغنية سميرة توفيق. يا شجرة الزنجبيلة يا جاهلة يا صغيرة يا ليتني تحت ظلك. هي والله عاد نسيت الباب. يلا توكلنا على الله. بنصير الحين عندنا شغل في عيمان. بنصير عندنا شغل في عيمان. ومن عيمان إن شاء الله بنرد دبي. أيه. بنبدل بنتلبس نعيم من الله خير. أيه. بنتوكل على الله. والساعة 12 والساعة 12 إن شاء الله بيطير ابن الطائر الميمون. ومن نوصل هناك بخبر من حين وين سرنا. يا طائرة طيري على بندر عدن ترنتر هي هي يا طائرة يا طائرة طيري من أوليها 1 2 3 يا طايره على حسك عاده ما صوتي شوي والله اندو زين ما كل جسم دجاج مشوش زين زين يلا 1 2 3 يا طايره طيري مشوش خلاك عيونك بس اخر خلاك عيونك يا طايره طيري على بندر عدن ترن تريرن وطار الشجر طار من هناك الهجر ما اقدر شانا اشوف يومي سنه ها حافظ الامور كلها انا طيب بس تعطني راس الشيء يلا ما نتاخر على الجماعه لا ما يحتاج شيء شالين دلو ويانا بارده شال همات الصبح يلا واكبر خالد انت تدور ابو محمد وياك اي بارده يلا يلا بسم الله توكلنا على الله والله شوف اليوم ابدع خالد ها فقرتين زراعيات يا سلام من الصبح فقرتين زراعيات والحين على عجمان بعدين بسير المطار الحين منهل يبانا نخبر وين بنسير ايه وين بنسير منهل انا ما قلت انا بتكلم غربة انا قلت خالدي ما شاء الله عليه مشان يقول انا اسوي زين زراعيه فقرتين زراعيات من الصبح ها وصار الحلاق حلاق والحين بنسير عجمان عندنا اعلان ايه بصبح في زنجبار شوف انت هذا كله في يوم واحد بيصبح في زنجبار هو ومنو ومحمد بن عثمان وبيسكنون وين في فندق شو بارك حياة بارك حياة هي بنرويكم بنخبركم شو في بارك حياة من الأمور وشو من الأشياء اللي سووها الناس الطيبين المحسنين في تنتية زنجبار وهناك عندنا أم عبد الله بنرويكم بعد منتجع منتجع ما له شبيه ولا مثل ريم انت ربى في قتل هي بعثمان نعم بنربيهم منتجع والمنتجع هذا على كثر الرقي اللي فيه وعظمته واسمه
طبخه مميزه عندهم في مطبخهم، عندهم طباخ يسوي نوع معين من البرياني. تغدى منه محمد العبار ورقد على الكرسي، ارمسوا وتحكى ومحمد العبار تغدى في زنجبار على برياني في 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 منتجع، ورقد على نفس الكرسي اللي تغدى فيه من زين البرياني. من كثر ما هو طعمه فنان قال بحياتي استويت وخلجت ما خليت بقعة ما أكلت فيها مثل الفندق هذا المنتجع اللي فيه كنت يا زنجبار وكلت البرياني هذا اللي رقدني على الكرسي. رقد محمد رقد ارمس وتحكى رقد رقد على الكرسي من زين الطبخة. ونحن سائرين طالت عماركم بنيرب الطبخة ما أدري عاد نسيت والله الخافة يومين نرقد زين بنحن عاد طالت عماركم بنسير بنيرب البرياني اللي رقد محمد العبار ابو راشد هناك في زنجبار في هذه المحل. ها من اقدم المحلات اللي في شنتي العاصمه اواني، مكان مميز فيه كل شيء تتمناه الاسره الاماراتيه والمقيمه، كل شيء موجود عندهم. اصل المكان اسمه محلات عبد الكريم للاواني من سنه 65 في سوق ابو ظبي الاولي. اواني طالت عماركم له اربع افرع، الأربع أفرع، واحد اللي هو الرئيسي هذا اللي نحن فيه، والثاني بوابة شرق مول في العين في الهيلي مول. عندهم أشياء ما بحالهم حال أماكن المغير، عندهم أشياء فقط مصنعة لهم هم، مكان وايد فنان. والعرب كلها كل من سرنا عند حد منها للدار تخبرنا عنهم وين هذا وين جايينكم من وين، قالوا كل من عند أواني. طويسات السح، طويسات غريشات، حبالات اللاتشار، كل شيء يخطر في بالكم بتلقطه. أسعارهم في متناول الجميع، أنواع الدلال اللي عندهم كلها من الدلال الأصليات الإيطاليات، كل بضاعتهم في منتهى الروعة. المتنايين من رفع شو مغلطهم، لا يتلمن ولا يتعفصن ولا شيء. ها المكان غني عن التعريف، بضاعتهم وايد مميزة، أقولكم ما في شيء يخطر في بالك لما تلقط عندهم. شيء الشراء، شيء شرات البنادم اللي ما غط يديه، شيء ابو ثرى يديه طاحت على اغلى قطعه، شيء منهم على 450 هن احجام، وهاي كلهم خدمات لهم، ستاندات بانواعهن، اطوس، ملال، اقناش، شيء الاول ما نشوفهن الا بغط في المتاحف البريطانيه. هذا الستاندات جميلات بطريقه ما تتخيلونهن، ما تنحصى ولا تنحسب ولا تنعد. ها السكريات، الدلال، المداخن، الاقناش، الصحينات، كل شيء فنان، كلهن الستاندات هاي مالات الكيك مال الحلويه بس عندهم، كلهن زجاج. لو ما يشوفونهن الاول العرب ما نشوفهن الا في القصور وعلى طاولات المؤتمرات وطاولات المعول. الاشياء اللي عندهم هذه يعني مثل النوادر، هذا هو سكشن النوادر، هذا هو سكشن رمضان، هذا قسم كامل طوله طول وعرضه عرض، شيء من الاوليات وشيء من الليدات. حاضر منكم يعلم الغايب أشكال وأنواع، شيء يلهم روحهم خاص. أغا تعال حبيبي افتح، شل هاي، شل افتح غطاء، أوادم اثنين على ما قالوا المصريين على عينك يا تاج. أما الحرارات بقولكم عجب العجاب عندهم ما شاء الله، كم بصبركم كم برويكم كم بر... شوفوا 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 شيوخي شيوخي، ما في شيء فخم ما تلقطع عندها. أما أطقم السكاكين والشوك فشيء عندهم بالعظمة، ان بقيت بالحبه وان بقيت بالدرزن وان بقيت بالاطقم. اما الطاولات الستاندر هاي المعروفات اللي موجودات عند كل حد، لكن شيء من عندهم اشكال جديده وتهم رايحه. هذه طالت عمركم عندنا ليك هوم هذا. الو صدي جاي هني عادي. ها هي عندنا نشيد 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 بنغني لكم اياه. نعم. انا ابو عثمان بمناسبه وصولنا الى اماره عمان. عمان واحد اثنين ثلاثه. يا ابو عثمان ما بنساك ما طيق العيشه، بلياك ما ابو عثمان ما بنساك ما طيق العيشه، بل هبلياك بلاك يا ابو هي بلاك يا ابو عثمان ما بنساك ما طيق العيشه بلاك. كمل عاد بلاك حلو بلاك. لا لا على حسب تركب الاغنيه بلياك بلاك. شوف مره ثانيه يا ابو عثمان ما بنساك ما تعلى العيشه بلاك. هي يلا مرة ثانية بلياك حينة يا ابو عثمان ما بزاك ما تعلى العيشة بلياك. يا ربي يا ابو عثمان يا ابو عثمان تحسب تحدث اول بعد. استغفر الله العظيم خلاص انت لا استغفر الله واتوب اليه.
لا حرمت الله بالله. والله يا ابو عثمان انت انت مشكله. شو انت مشكله؟ انا مشكله شي خصني يا ربي. والله انا شي خصني انت روح اتقتل قتل وتمشي بلاستيك. انت طرب طرب في مخك طرب. انا ما اروح اخرب عليك. انا هلا قالت غني كل ما اعرفه منه. بس تغني مال فريد. مال فريد. ايه شيل غنيه. وياك وياك. وياك. وياك وياك الدنيا حلوه وياك بصفاك وقفاك انا راضي يا حبيبي برضاك تخاصمني تكايدني ما طرح ما تروح وياك. شكرا. شكرا. ثانك يو فيري ماتش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير والنور من عمان دار الامان شارع الشيخ عمار بن حميد النعيمي. انا طالب عماركم في هالمكان الجميل. الفنان اللي غني يا ليل واللي شد انتباهي طالب عماركم الاعلان اللي بخبركم عنه هذا ان ما عيبك المنتج رده وخذ بيزاتك. هذا اللي خلاني اتعنى من بوظبي لين يا عيمان عسى بوصل بلاك عود واخبركم عن المنتج اللي عنده ان كل منتجاتهم اللي ما بيوزلك رده وخذ بيزاتك. صريحين ما ياز رد ردون على ما قال المتوصف زنجبيل بترابه تبونه ولا ردوا على اصحابه. ها كاشوفي عين شوفي بران بلاك عود هذا اللي يقولكم زنجبيل بترابه تبونه ولا ردوا على اصحابه. ما في عندهم لا سير ولا تعال كلامهم مسمار في لوح. ييت وانت مستعيل تخاديت ما يازلك هذا تبتبدل بهذاك ما شيء مشكلة دامك انت ما خربت سامانهم رده بيعطونك بيزاتك. أهم طالت عماركم والأهم واللي أخير عن الأول والتالي خير الكلام ما قل ودل. أنا من أول ما دخلت عندهم شوفوا اللي لفت انتباهي العلب اللي عندهم علبهم هالي تشوفونهن كلهن علب جميلة لمنو للي يوم بتسافر بتسير على حد بتهدي حد حد معرس حد تخرج عنده حد عنده خطوبة ملكة مناسبة ساير عند حد ساير بلاد معينة ساير لقيت خدمة من مكان من شرق ولا من غرب تبي تودي لهم هدايا من دكاترة من نرسات من 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 حد في سفارة ولا حد في وزارة ولا حد في عمارة اللي تباه تاخذ لهم بوكس من هالبوكسات شيء جميل وفنان وفخم وشكل روحه فنان أنيق. العلب اللي عندهم الشيوخيات وجميلاتها ألم ما تشوف تعال وطب وتخير وخذ اللي تباه وكلهن أسعارهم مناسبة وكلهن فيهن أشياء زينة كهدايا بتودي بتعطي حد بخطوبة ملكه عندك دونك على هواك. بلاك انت متيبس اسمع كلامك الطيب. في عالم العطور الصراع مستمر كان وما زال لين تقوم ناقد صالح. الصراع بالنسبه للعطورات على اشد حاليا في جميع دول مجلس التعاون بل في العالم كله. لذلك كل يوم تشوف براند جديد كل يوم عطر جديد. فلذلك الشركات يتسابقون في خدمه الزبون. اليوم طالت عماركم بلاك فود عندهم هذا البوكس يسمونه الفي اي بي. الفي اي بي عباره طالت عماركم عن 5 مضارب عطر منوع وعندهم 4 مضارب امهات ربع توله مخلط وفيده الموت وغير بعد عندك 5 قريشات صغار هم صغار وايد يعني وسط فيهن عود معطر وكل نوع غير عن الثاني بمسميات غير انواع العطور غير شكلهن فنان وفخر يصلحن كهديه وفنانات وسعرهن الناس 999 درهم شكلهم فخم وانيق وفنان بدل ما تصير يك خاليه عند على العاب تصير متشال هالعلبه المميزه الجميله. مناسبه رمضان عندهم طلب عماركم بلاك عود 5 انواع من العود المعطر ومدخن والملقر. حلو بوكس الجميل الفنان سعره 499 درهم يوصلك لين باب بيتك. لا ضريبة ولا توصيل ولا هم من الله ولا عندك ولا إليك. فخم وجميل وفنان.
انا جاي طالت عماركم اصور لهم عروض بلاك عود براند معروف. انا جاي اصور لكم العروض شو عندهم شو ما عندهم. هم طالبين هالنمونه. انا جيت وخبرتكم عن الموقع المكان شو عندهم شو ما عندهم وقواطيهم وعلبهم زينات وفخمات. لكن العروض انا جاي مدفوع لي بيزات. انا جاي ارويكم العروض اللي عندهم والصناديقهم كيف. وهم يبون يروجون للفيديوهات. لذلك اليوم تصويري غير عن كل تصوير. لذلك حطيت هالفيديو بنص العروض علشان ابرر لكم ليش انا كذا عفد لكم شال صندوق غير زين. كان كله صناديق مغاويات جات بنص والمضارب اشكال فخمه وعندهم عود معطر وطولاتهم زين واسعارهم والله فنانه فنانه الاسعار. وكل حجره ولها اجره. ايه كل حجره ولها اجره شامل الضريبه والتوصيل 299 درهم بمناسبه رمضان. ها كل بركات رمضان. سبع انواع مسج هذا اولا. وثانيا خمس انواع دخون كل واحد منها غير عن الثاني. انواع دخون فنانة كلها عبورات كل واحد غير عن الثاني. يوصلك بلين باب بيتك لا ضريبة ولا تاكس ولا سيادة. صور التحينة؟ يس. سامحونا ابوي اليوم. سامحونا. اليوم الاعلان وانت شي خصك؟ عشان سامحونا. اليوم عاد طالت عماكم الاعلان شوية في دفش. ايش اسوي؟ هم هالنمونة يبون. يبون هاي يقصصونهم يجسمونهم يودونها يظهر ولا سنابات ولا شيء. لكن المكان والله فنان وما بظلاله في عمان شارع الشيخ عمار بن حميد النعيمي. المكان اسمه بلاك عود فنان. المكان انيق وفيه جميع الشباب ما شاء الله عيني عليهم بارده. ما واحد فيهم من نفس البلاد ما ربيعه. حد من تونس حد من الجزائر حد من المغرب حد من سوريا حد من شرق وحد مغرب. ما فيهم ما ادري شو السر انهم ما بنولف من دار واحده. في سر هذا الاونر شيء تحت راسه. اي والله ما ادري ليش مسوي هوايه هذا جمع الدار كلها. الله يحفظه. فكره حلوه يعني. اتوقع ان هذا شيء تحت راسه هذا المكان. عيني عليه بارده. اكيد انه ذكي ذكاء خارق انه ما خلاهم كلهم من بلاد واحده. العلم على الله شيء تحت راسه. اكيد شيء فنان. اما العرض هذا خساره تم اكثر عن 10,000 طلبيه بين الامارات وعمان. في سبع مضارب مسج وفي طاق عماركم علبتين غرشتين دخون وفي خمس غراش عطر فرنسي على عربي يونيسكس مميزات 399 درهم شامل الضريبه يوصلك لين عقر ذلك. كنت عمر عمر هلا عمر من هل وينك يا عمر؟ أردن. ما شاء الله عليك. وين في الأردن؟ من عمان من جويدة. والله والنعم. والنعم حال. جويدر؟ الجويدة. جويدة. الجويدة. زرتنا ولا ما زرتنا؟ أنا جيت الأردن أكثر عمر لكن جويدة يعني أنا توقعت في حلوي. حلويات جويدر. هي نفسها. لا منطقة اسمها الجويدة. 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 والله زين الجويدة شوف الجيدة معروفة. الجويدة يعني شبه جيدة. لا هي شبه جيدة وشوية لا هي. هم باللهجة الأردنية التويت يعني نصف ايه اها تشرفنا فيك يا ولد العم يا مرحبا. وانت ابوي من وين؟ انا من سوريا والله. هي سوريا ما تعرف هذاك منو؟ شو اسمه؟ والله ما اعرف. هذا محمد عثمان مبارك علي الزعابي ابو عثمان ابو عثمان بين قوسين ابو عثمان. نعم هذا مدينة خليفة في ابو ظبي. من الامارات. من الامارات نعم من ابو ظبي الحبيبه. هذا كان يشتغل يحرر شهادات الاموات. شهاده الوفاه كل شيء. بودي لا هاي حقيقه في الطب الوقائي ولا لا؟ لا لكن حقيقه ولا لا؟ بس ما عليه. الموت ويكاس لابد شر لابد من شربه. الله المستعان. امين. هات سمعت شو قال لك؟ الله يحفظك. ما قال قال الله يحفظنا من الشهادات اللي طلعها. استحى مسكين شو يقول لك؟ تحين من انت؟ انا عزيز.
من تونس بس ما لي علاقة لا بالأموات ولا بالأحياء. أنت عزيز من تونس وهذا من الأردن صح وهذاك من سوريا صح بس أنتوا ثلاثة هني ها؟ لا معاهم بنت من هالوين؟ أنا من إدارة الشركة وإحنا في عمان والإمارات الحين. وين ساكن أنت؟ عمان. يعني جاي عشانك اليوم شايف كيف؟ فيك العافية رب العالمين مرحبا تشرفنا فيك. اسمك؟ عزيز. عزيز يما شي غنية غنيها الأول صباح عزيز يا عزيز الحب شي لذيذ لذيذ اي والله تشرفنا فيك يا عزيز وانا اكثر. وين عايش انت في عمان؟ عمان. كم لك عايش في عمان؟ 14 سنة الا يعني انت مستوي هناك من يوم تصغير في وين في اي ولاية؟ مسقط. في مسقط. وين في مسقط؟ في بوشهر. بوشهر عيني عليك. ليش اللي ضحك؟ البوكس هذا اسمه بوكس الاكسكلوسيف عبارة طلعت عماركم عن 1 2 3 4 5 6 7 غراش من العطر اليونيسكس عربي على فرنسي منوعات 2 مسج واثنين ما تربعتون تراهن 2 مسج واثنين مخلط ويا دهن العود وهذا طلعت عماركم فيه عود معطر واحد واحد دخون والثاني عود معطر يعني 2 عود معطر واحد دخون وكلهم 599 درهم شامل الضريب والتوصيل يوصل وين ما تكون ان شاء الله في جبل السماء يوصلك. العروض اللي شفتوها هاي كلها موجودة طالع في عماركم في عمان وترمون تطلبونها بعد اونلاين هذا اللينك عندكم وطلبوه ويوصلكم بس ما تدري وين تكونون. رقدت انت؟ لا لا اسمعك. انت بلاك صد من هناك؟ قاعد اسمعك. شوف انت. تفضل. شو لا اله الا الله. هذا الجوتيدي هم مفروض انك ما تعقه. صار صليبك؟ استغفر الله العظيم. ايه بعد اتكسر. ايه وين بها ابو عثمان؟ ها؟ وين؟ شو ها؟ وين تبغى ان نسير حينه؟ وين بعد نسير بعد حينه؟ غير غير المطار. شو هذه الاكله؟ بعد بتاكل؟ قوم تعشى قوم. نيو قهوة؟ يلا حطيها. يا ربي شو هاي ما ها جبس؟ بركت والله الله عليكم هذه يا جاي غصب زور تبى تدخل البيت هلق خلا ترى يلا 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 المهم ركبت سيارة أصور لكم اللبسة هاي لبستي اليوم بربل بربل ها جوتي البربل ترى من الغمجات هاي من عند بنت زنيد حبيبة خالها مشكورة يا بنت زنادي مشكورة يا بنت هذا وواحد ثاني لونه برتقالي بسم الله سد منك سد خليني أصور وهاي لبستي هاي لبستي فنانة رقم واحد شفتوا اهلا وسهلا ما تنسوا البرد الله لا لا ما في برد والله هناك بس الصوف
كنت اتمنى اروح معك يا ابو عثمان. اي والله يلا ان شاء الله غير بخير ان شاء الله ان شاء الله يا عقب ان شاء الله عقب لا العيد بتصير بانكوك هي تايلند هو اللي صلاح احب غير المغرب يعني وين بتوديني ابو عثمان عقب العيد تايلند ان شاء الله انا وصلاح ومحمد عثمان وانت ان شاء الله ان شاء الله واسد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. النور والبر والسرور. حلاتين حلاتين حلاتين. هب 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 هب. الصديق بميزة. محمد عثمان تيزر ابوي في الموتى. كيف حالك يا ابو عثمان؟ ها شو البلاد؟ سلام. يا سلام البلاد حلوه لكن اصوب بعد اصوب ها؟ اصوب بعد قلت لك محمد ما تبى صوف ما تبى وصلنا طال اعماركم في هالبلاد بلاد هالمسلمين الطيبين هذا مطار جديد تو بسويت لنا دناتا الامارات دبي ولا قبل كان مطار يعني اقل عن شبه عادي الحمد لله رب العالمين الله ييسر الامور وهذه مديره الفندق جايتنا وهذا محمد فيزر وهذا بيكون ويانا وهذا الترجمان خميس جمعه هوريو يا جمعه بيكون ويانا طول فتره ياسم نو نيد تو كفر تو محمد شطنوك عن ابوه حق شو هذا كله؟ لازم أقول لكم ورق شطن. وصلنا طالة عماركم 12 دقيقة من الفندق لين من المطار لين الفندق. محمد عثمان اتكالي. محمد عثمان لول هو ما مشى خطوتين وهناك المزرعة ما يخلي بقعة ما يصير ولا يجي فيها. من يجبل سيدي يدور الكرسي وين مكانه. جينا الفندق هذا قبل سنتين آخر مرة في حياة فنادق جميلة اللي في منتهى الروعة الطراز العربي الإسلامي قديم جميل تشوفون كان قصر من القصور عمره ما أدري كم من سنة فوق المئة سنة إيه ما شاء الله Thank you. Give بابا. محمد قبض جوس. الله. عمره 100. سوري. سعيد بن. It's a long name. It's a سيدن علي سعيد. أبو سعيد. أبو سعيد. هذا كان قصر أبو سعيد من عمان.
هذا القصر الأول. شوف الهمبا محمد، شوف الهمبا وين، شوف في أي دور واصلة، دور دورين ثلاثة أربعة خمس أدوار، وبعدها فوق الخمس أدوار. هي هاي رابي هني، ها شوف ما شاء الله عليها، عمر 200 200 and 200 years old. هاي عمرها 200 سنة الهمبا. عند بلس1874. لا تبارك الرحمن محمد، هذا المبنى الجديد، هذاك القديم. هذا اللونج هني موجود كل هذا. محمد خلاص بنوصله، بننزل نحن جايين محمد نتفرج ونطمش ونطمش العرب عن هالبلاد الجميلة، ونخبرهم عن معالمها، شو فيها شو ما فيها كل شيء. قالك الحين تروح ترتاح فوق ولا تبى تريق؟ تريق يا ربي محمد، ابوي بيتريق. بشوف بشوف المطعم طيب، الله الكرامه. محمد هاي 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 الكرامه مالتهم، كرامتهم. اي مسيول محمد عثمان، يلا بس نطنا لا حين لا حين الكرامة. جرفه ومسمار، جرفه ومسمار الفل أسود. لا شو هلاعة، هاي لا كرت سحب. الله 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 الله. What's your name? Lorenzia. My name is Khalid Lorenzia. Nice to meet you. And this is Muhammad Uthman. Uthman. Muhammad Uthman Mubarak Ali Zaabi from Abu Dhabi. Thank you, Mr. حين خلق بلق، خلق بلق عرض تلاقي محيو بلادهم. أهم شيء عندهم الناريد هذا حين محمد. شكر ريج، شكر. إيه الحين واللي بعدين على هواك سو مكس أنت، هذا كابتشينو وقهوة. خلاص أشرب الحين بعدين يبني عنك على هواك، بس أول كله عقب لايم هذا. يا قهوة وكابتشينو وماي وريوب وتمر وتمر. هذا كرت ترن، ترن طالت عماركم جايه يلسوي هالبلاد سنتين. زين now you came when you came here just for 2 years. Yes, from 2 years and ended up staying 9 years. From South Africa. From South Africa. Yeah. But you are happy here. I love Zanzibar. It's very beautiful. Yes, yes. And the people are wonderful. Yes, yes, yes. I came here twice a time. Yes. Two times before. Yes, and I stayed the same hotel. Yes. Oh, we love having you here. It was amazing. Thank you. It's like part of the family now. Yes, yes. Thank you very much. Nicholas, who is the leader of the family, توفى فقير ولا شاب حتى 50 ما وصل. وعقب يا واحد مكان اسمه أليكس الحين على سال إجازة، وهي قابضة إدارة الفندق لأنها على لأنها عندها خبرة في الفندقة، وهي الحين مسؤولة عن البي آي بي والأغراض في الدنيا هاي كلها، وهي متعبرة منه. الحين ويانا نحن جمعة، مستر جمعة، جمعة متزوج وعنده حرمة، عنده 4 من العيال، ولدين وبنتين، تو جير اند تو. مع البعض
حرمة واحدة. لا زوج مرأة واحدة. زوجة واحدة. سألتهم بعدية أنا ما أدري أعرف محمد عثمان عندك 10 أولاد. عنده 10 أولاد. حرمة واحدة. لا لا خصوصي شباب ها هاي five boy three game eight أنا بيسوون هذا two boy بس فقط لا يكفيك لا تكفي تكفي وفوق عن تكفي بعد